هسه الاهداف والمطالب شنو؟ الاهداف اهم نقطه الحفاظ على جوهر الدوله، تشكيل حكومه. هسه نريد نسوي انتخابات مبكره، غير رد لها حكومه تسوي انتخابات مبكره، رد لها مفوضيه، رد لها برلمان يسوي، خما هسه نشيلهم كلهم واحنا نسوي، انا وياك نسوي، ما نقدر نسوي. نريد حكومه تتشكل، حكومه برلمانيه صحيحه دستوريه، حتى اي تغيير يكون يمر بهذه المراحل ذيك الساعه يكون تغييرها دستوري، حتى مو يجي واحد ثاني يقول لا والله هذا كان شغلكم مو دستوري، وبالتالي احنا هم شغلنا مو دستوري نشتغل مثل ما يعجبنا. هذا